اول حاجه انا حابب اشكر كايرو سكيورتي كامب اللي هي على مدار العشر سنين اللي فاتت قدرت تجمع الناس المهتمين بالانفورميشن سكيورتي عشان كل هدفها ان هي تشير النولج. تمام، وانا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده للسنه الثانيه في كايرو سكيورتي كامب. في يناير 2009 ظهرت اول عمله رقميه اللي هي البيتكوين. البيتكوين دي كانت عمله رقميه مش محتاجه تراديشنال بانك، مش ملهاش اي سنترال اوثوريتي متحكم فيها، كان كل المتحكم فيها هو اجماع الاعضاء. الميكانيزم اللي كان شغال فيه اللي شغال بيه البلوك تشين اللي شغال بيه البيتكوين كان بيعمل اربع حاجات: بيستور، بيفاليديت، بيأثورايز، بيموف الديجيتال ترانزاكشن. الميكانيزم ده اسمه بلوك تشين. البلوك تشين بس مش مستخدم في الكريبتو كرنسي بس، مستخدم في كل حاجه في حياتنا، مستخدم في الصناعه، في التجاره، في الهيلث كير، في اي مكان او اي جزئيه في الحياه هتلاقي فيها على الاقل يوز كيس بالبلوك تشين. على حسب الورلد ايكونوميك فورم سيرفي عام 2027 هيبقى 10% من اجمالي الناتج المحلي في العالم كله هيبقى ناتج من البلوك تشين. البلوك تشين بس في تطور رهيب الفتره دي، وزي ما احنا عارفين اي تطور رهيب بيحصل في اي تكنولوجي الاتاكرز برضو بيحاولوا يلاقوا طريقه ان هم يدخلوا بيها وياتاكوا التكنولوجي الجديده دي. انا محمد سادات، انفورميشن سكيورتي مانجر في ايسكور، ودي السيشن بتاعت البلوك تشين سكيورتي. اللي هيخلي السيشن دي مختلف عن اي سيشن تانية في البلوك تشين سكيورتي ان احنا مش هنقف عند الجزئيه بتاعت ازاي البلوك تشين غيرت في الانفورميشن سكيورتي، لا احنا هنعرف ازاي نسكيور البلوك تشين لو في حد مهتم من او ديفلوبر بيديفلوب اي ابلكيشن ليه علاقه بالبلوك تشين. اول حاجه عندنا الاجنده، اول حاجه هناخد انتروداكشن عشان اللي مش عارف يعني ايه بلوك تشين نتكلم نعرف يعني ايه بلوك تشين، واللي عارف بلوك تشين يريفرش عشان يعرف ازاي سكيور البلوك تشين. تاني نقطه هنتكلم على الاتاك هيستوري اللي حصل في البلوك تشين. بعد كده هنتكلم عن ايه التشالنجز السكيورتي تشالنجز اللي بتقابل البلوك تشين. بعد كده هنعرف ازاي نخلي السكيورتي امبيدد جوه البلوك تشين ايكو سيستم. بعد كده هنشوف واسب ايه رايها في السكيورتي بتاعت البلوك تشين. بعد كده هناخد تيبس للمستقبل، ايه الثريتس اللي ممكن تقابل البلوك تشين في المستقبل، ونختم في الاخر خالص بالكونكلوجن. في اول سلايد عندنا مقارنه بين البلوك تشين والداتابيز. الداتابيز زي ما احنا عارفين هي سنترلايز سيرفر عليه رو كولومز بتكون الداتابيز. الكلاينتس بتكونكت على الداتابيز سيرفر دي. ايه اللي بيدي بصلاحيات ان الناس تدخل على الداتابيز دي هي السنترال اوثوريتي. السنترال اوثوريتي دي اللي هي المنظمه اللي انت شغال فيها او السيستم ادمنستريتور بتاع الداتابيز. زي ما احنا عارفين ان لو اتكلمنا على الداتابيز بشكل عام او بشكل بيزك يعني ممكن يحصل للداتابيز دي سنجل بوينت اوف فيلير. انا عارف ان احنا ممكن نخلي نعمل كلاستر بالداتابيز بس احنا بنتكلم في الكونسبت نفسه. ممكن يحصل اتاك على الداتابيز، ممكن الجهه اللي هي مسؤوله عن الداتابيز ممكن تقفلها خالص، ما يبقاش في داتابيز اصلا. في الناحيه الثانيه البلوك تشين خد السنترلايز داتابيز دي ووزعها، خد منها كوبي على كل الناس اللي مشاركه في البلوك تشين، على كل نود مشاركه في البلوك تشين. ما بقاش في حاجه سنترلايز خالص، ما بقاش في سنترال اوثورتي هي اللي متحكمه في الداتابيز دي، ما بقاش في بيرميشنز على البلوك تشين. هي بيرميشن واحده ريد ورايت، ان هو اي حد ممكن يريد وممكن يرايت في الداتابيز. بس اللي بيتحكم في البلوك تشين هو اجماع الاعضاء ان هم يوافقوا على الترانزاكشن دي تحصل او لا. زي ما قلنا اول نقطه في المقارنه الاثوريتي هي الداتابيز بتبقى كنترولد من الداتابيز ادمنستريتور او اللي هي السنتر اوثوريتي بتاعت الداتابيز. البلوك تشين العكس تماما، هي دي سنترلايزد في كل حاجه، في الداتابيز اللي بيخلي الترانزاكشن دي تتكتب في البلوك بتاع البلوك تشين هو اجماع الاعضاء عليها. الاركتكتشر دي
في الداتا بيز هي كلاينت سيرفر بيز، يعني كلاينت بيكونكت على السيرفر بتاع الداتا بيز. في البلوك تشين هي ديسنترلايزد نتورك او ديسنترلايزد اركتكتشر، يعني هي البلوك اللي كل نود في البلوك تشين واخده كوبي من الداتا بيز. النقطه اللي بعد كده الداتا هاندلنج. في الداتا بيز في كرييت ريد رايت ابديت، كل الفانكشنز دي بتعملها في البلوك تشين، بس هي ريد ورايت اوبريشن. الانتجريتي زي ما احنا عارفينه حصلت قبل كده وممكن تحصل ثاني، ان هي اي حد ممكن اي مالشس اتاكر ممكن يدخل يغير في الداتا بيز، ممكن الداتا بيز ادمنستريتور يغير الانتجريتي بتاعت الداتا بيز. في البلوك تشين غير كده تماما، هو بيسبورت فولي سبورتد للانتجريتي. الترانسبيرنسي في الداتا بيز انت بتشوفه على حسب البريفليج اللي عندك، اللي داتا بيز ادمن مديها لك ان انت تشوف، سواء تريد ترايت ابديت ديليت، على حسب التيبل اللي انت ليك بيرميشن عليه. في البلوك تشين عكس كده تماما، ان هي بتخلي كل الناس عندها كوبي كامله من الداتا بيز قادره تريد وترايت عليها. ده تعريف البلوك تشين من على ويكيبيديا، لو بصينا عليه هو قال البلوك تشين اصلا هو عباره عن بلوك وتشين. فالبلوك تشين عباره عن عدد متزايد من الروز سماها بلوكس، تمام. الرو دي البلوك ده جواه ايه؟ جواه مربوطين ببعض بالكريبتوغرافي. فالبلوك ده جواه ايه؟ جواه ثلاث حاجات، التايم ستام والبريفيوس بلوك هاش، وجواه الترانزاكشن داتا اللي حصلت، كلهم مربوطين ببعض وهاشد انكريبتد. في الاخر شكلهم بيطلع عامل كده، حاجه اسمها ميركل تري، ان هو بياخد كل بلوك بيعمل له هاش وبيهاش التايم ستامب والترانزاكشن، وياخد كل اثنين بلوكس يعمل لهم هاش مع بعض، وكل اثنين بلوكس الناحيه تعمل لهم هاش لحد ما يوصلوا لبلوك واحد في الاخر. عشان تقدر تغير في الداتا مثلا في اي بلوك او اي ترانزاكشن هنا مثلا، انت محتاج تغير كل الهاشز دي، اللي هي محتاجه كومبيوتنج باور عاليه جدا، يعني مش موجوده لحد دلوقتي. ده خلى البلوك تشين يكتسب طبيعه مش موجوده في اي حاجه ثانيه، او مش موجوده في اي داتا بيز ثانيه، اللي هي الاميوتابيلتي، ان انت ما تقدرش تغير حاجه في الداتا بيز بتاعه البلوك تشين. لو حد عايز يجرب الهاشنج او البلوك تشين ديمو، ممكن يدخل على تو لينكس اللي تحت دول، هيقدر يجرب عليهم. تمام كده؟ اوكي. طيب ازاي البلوك تشين بيشتغل؟ لو احنا المثال اللي عندنا، اليس عايزه تبعت فلوس لبن، تمام، هي هتنشيت الترانزاكشن بتاعتها وتحطها في بلوك، البلوك هيحصل له برودكاست لكل النودز اللي موجوده معاها هنا في البلوك تشين. النودز دي هتفيريفاي ان هي دي اليس ولا لا، هي بتساين الترانزاكشن ده بالبرايفت كي بتاعها، والبابليك كي موجود عند كل النودز. فوانس ان هي فيريفايد، وانس ان هي اجمعوا ان هي تقدر تكتب الترانزاكشن دي، هتتحط في البلوك والفلوس تروح لبن. ايه الكور كومبوننتس اللي موجوده في البلوك تشين؟ ايه الاجزاء اللي بيتكون منها البلوك تشين؟ اول حاجه النود دي هي عباره عن يوزر او كمبيوتر، اللي هو المشترك في البلوك تشين، اللي عنده نسخه من الداتا بيز بتاعه البلوك تشين. تاني حاجه الترانزاكشن، اي اكشن بتحصل عشان تنقل فاليو من حد للتاني، البلوك هي الداتا ستراكشر بتاعه البلوك تشين، اللي موجود فيها عدد من الترانزاكشنز اللي حصلت وتبقى ديستريبيوتد عند كل نود من النودز اللي في الداتابيز.
او بلوك تشين. سمارت كونكتور ده ابلكيشن او كود صغير كده بيحصل لما اكشن بيحصل، يعني بيتحقق لما اكشن بيحصل. يعني مثلا لو حضرتك بتشتري حاجه مثلا من على امازون وامازون شغاله بلوك تشين، هيقول له مثلا اف ان انت حضرتك حولت الفلوس دي او دفعت بالكريدت كارد، الحاجه دي تبتدي تتشحن ليك. التشين هي السيكونس اوف بلوك، يعني بلوكس مربوطه ببعض بالكريبتوغرافي. الماينرز، الماينرز دي هي النودز اللي بتقدر تفيريفاي الترانزاكشن بتاعه البلوك تشين. زي ما احنا قلنا ان البلوك تشين الترانزاكشن مش هتتكتب في البلوك غير لما كل النودز هي تقدر تفيريفاي ان انت ليك الحق ان انت تفيريفاي الايدنتيتي بتاعتك وتفيريفاي ان انت ليك الحق ان انت تكتب الترانزاكشن دي. الكونسنس او الاجماع هي سيت اوف الجوريزم او رولز ان هي تقول ازاي هيوافقوا ان انت تكتب الترانزاكشن دي في البلوك تشين. الديستريبيوتد اب اللي هي الابلكيشن اللي انت بتكونكت بيها على الداتابيس بتاعه البلوك تشين، او هي عباره عن يعني مجموعه من السمارت كونتراكتس. دول اتنين بزنس كيسز معموله بالبلوك تشين. اول واحده شركه اي بي ام مع شركه ميرسك، عملت لقت ان هي شركه ميرسك دي شركه نقل وتفريغ بحريه، فلقت ان هي عشان تفرغ حاجه من على السفينه بتاخد وقت كبير، وممكن تكون البضاعه اللي هي بتفرغها دي تكون باظت مثلا، اوريدي بتشحن خضار مثلا او بتشحن فاكهه، فهي بتحتاج حوالي 30 بيبرز من البيبرز ورك، فهي عملت لها سيستم على في ميناء دبي بالبلوك تشين. تاني حاجه جامعه في فرنسا اسمها اي سيلف، هي عملت لشركه اسمها مزارز، عملت لها فوتنج سيستم. مزارز دي شركه بتاعت اوديتنج واكاونتنج، موجود ليها فروع كتير حوالين العالم. لقوا ان الناس بتضطر ان هي لما يحصل عندهم فوتنج بتضطر ان هي تسافر من المكان اللي هي فيه تروح مقر الشركه عشان يحصل فوتنج، وده بيكلفهم كتير، ولو ما سافروش ما بيبقوش واثقين في النزاهه بتاعت الفوتنج دي، فعملوا لهم فوتنج سيستم بالبلوك تشين. ايه التايبس بتاعت البلوك تشين؟ هم يعني فعليا تو تايبس، واحده بابليك واحده برايفت. البابليك دي زي البيتكوين، ممكن اي حد يدخل عليها مش محتاجه بيرميشن. البرايفت زي ممكن ناخد التو يوز كيسز اللي فاتوا دول او تو بزنس كيسز اللي فاتوا دول، ان هم برايفت، هي حاجه بتطبق جوه الشركه، فانت محتاج ان انت تدي بيرميشنز مين يقدر يدخل عليها او يدخل عليها يعمل ايه. ايه المشاكل اللي الداتا بيز اللي البلوك تشين حلتها اللي كانت موجوده في الداتا بيز؟ اول حاجه ان اللي هي الداتا بيز كانت بتاخد وقت كبير ان هي تعمل ترانزاكشن. اكبر ترانزاكشن ممكن تحصل في البلوك تشين بتاخد 10 دقائق بالظبط. تاني نقطه الكوست اوف ماني. في سنه 2017 حصلت ترانزاكشن على البلوك تشين ب 400 مليون دولار، كان الكوست بتاعها دولار واحد، فهي قللت الكوست بتاعت الترانزاكشن ان هي ممكن تحصل. تالت نقطة ان هي ما بقتش فارنبل لاي هاكينج، يعني مثلا مش هيبقى عندنا سنترلايز داتا بيز هيحصل عليها سيكوال انجكشن تقع، مش وان بوينت اوف فيلير ان هي ممكن تقع لو حصل اتاك فتأثر على السيرفيسز، لا ما فيش الكلام ده، بقى فيه ديستريبيوتد داتا بيز في كل النودز اللي موجودة. رابع نقطة ان هو دلوقتي بقى كل حد شايف الداتابيز اللي عنده، بقى الداتابيز بقى ديستريبيوتد في كل مكان، ما بقاش في حد ليه اكسس ان هو يقدر يشوف حاجة والتاني ما يقدرش يشوفها. احيانا بيحتاج النقطة اللي حليتها هنا ان احيانا بيحتاج الداتابيز بتحتاج ثيرد بارتي ان هي تقدر تنفذ ترانزاكشن معينة، يعني زي لو حضرتك رايح تاخد قرض من مكان والمكان ده شغال سيستم او اوتوميتد، حضرتك هتطلب القرض فمحتاج البنك يوافق لك على القرض ده، لا بالسمارت كونتراكت اللي احنا قلنا عليه هي حلت المشاكل دي مش محتاجه. اخر نقطه اللي هي ايرور برون، ان ما بقاش في حد دلوقتي مش ممكن داتا بيز ادمن يخش يديليت حاجه يزود حاجه يغير فلو، ما بقاش في حد يقدر يجين اكسس هو مش قادر مش بتاعه يقدر يغير في الداتا بيز نفسها. طيب مين هنا دلوقتي شايف ان خلاص ان انا ممكن استخدم البلوك تشين ويبقى على اي ابلكيشن عندي فيه داتا سكيورتي واقدر ان انا اسكيور الداتا كده مش محتاج اي حاجه تاني؟
حد يرفع ايده؟ طيب خلينا نأجل إجابة السؤال ده للسلايد اللي بعد كده. ده عالم كريبتوغرافي اكسبرت اسمه بروس شنير، تمام؟ قال ايه؟ قال في سنة 2000 قال لك لو انا اتعلمت حاجة من السنتين اللي فاتوا هتعلم ان السكيورتي بريتشز او السكيورتي فلوز لازم تحصل، هتحصل هتحصل حتمية ان هي لازم تحصل. وقال كمان حاجة مهمة جدا، قال ان السكيورتي از ا بروسس نوت ا برودكت. يعني مثلا حضرتك ما تجيش عايز تسكيور النتورك بتاعتك تقول انا هجيب فاير وول واحطه في النتورك، النتورك كده بقت سكيورد، ما عرفتش انا حطيته فين في النتورك، ما عملش عليه كونفيجريشن صح، ما عملش عليه لو في ناقصه باتشنج او كونفيجريشن مظبوطه، لا كده انت لو جبت برودكت حطيته عشان تسكيور النتورك بتاعتك وهو مكانه مش صح او الكل البروسس اللي بتاعت السكيورتي مش معموله فانت ما بتسكيورش حاجه. طيب احنا نفيريفاي الكلام بتاع بروس ده، هنشوف لو حصل اتاكس على البلوك تشين الفتره اللي فاتت دي ولا ما حصلش. في سنه 2014 حصل اتاك بنص بليون دولار على بلوك تشين اكستشينج كان اسمها ام تي جوكس، كانت ساعتها اكبر بلوك تشين في الوقت ده في العالم. في 2016 حصل اتاك ب 60 مليون دولار على الايثيريوم بلوك تشين، كان ساعتها بيستغل حاجه اسمها دي اي او ديسنترلايز اتونوموس اورجانيزيشن. في الديسنترلايز اتونوموس اورجانيزيشن ده يوزر واحد هو اللي بيمسك الانفستمنت لكل بقيه الممبرز. في 2017 حصل برضو ده تاني اكبر اتاك حصل على البلوك تشين، كان يتكلف قدر الاتاكر قدر يسرق 72 مليون دولار من البيتكوين، حصل على الاكستشينج بتاعت البلوك تشين في هونج كونج كان اسمها بيت فينيكس. في اول اسبوع في 2019 ده تقريبا اخر اتاك حصل على البلوك تشين كان 1.1 مليون دولار حصل على الاثيريوم كلاسيك نتورك. لو انا قاعد بسمع الكلام ده هيبقى قدامي سؤالين، ليه كل الاتاكس اللي احنا قلناها دي متطبقه على البيتكوين بس على البابليك بلوك تشين؟ حد عارف؟ بالظبط كده. طب ليه احنا مثلا ليه حطينا ليه بنتكلم على التاكس بتاعت البلوك تشين في البابليك بلوك تشين واحنا هنتكلم عن ازاي نسكيور البرايفت بلوك تشين؟ مستني اكيد الكونسيبت بتاع البلوك تشين معتمد اكتر على الابلكيشن، يعني على انك انت بتروجيت الداتا من الداتا سنترلايز زي الداتا بيز زي ما كنت بتشرح انها في مكان واحد. فدلوقتي بما ان الداتا بقت ابلكيشن ففي اتاك فيكتورز دو تو الكوميونيكيشن ما بين النودز كلها وبعضها وبين الانكريبشن والديكريبشن بتاع البوكس. تمام بالظبط كده. بالظبط البرايفت بلوك تشين هو مبني على نفس البيزنس بتاعت البابليك بلوك تشين. السؤال الثاني ليه احنا يعني برود او تكنولوجي فيها كل الاتاكس دي، كل الاتاكس بكل المبالغ الضخمه دي، ليه احنا هنستعمل تكنولوجي عامله كده؟ اتفضل. الاربعه اتاكس هجموا الشركات نفسها الانفراستراكشر بتاعت الشركه مش البلوك تشين، لان انت محتاج اكتر من 51% عشان تعرف تاتاك بلوك تشين وتريفرس البلوك. صح بالظبط كده، شكرا. الاتاكس اللي حصلت دي مش بتاتاك التكنولوجي بتاعت البلوك تشين نفسها، لا هي بتاتاك الايكو سيستم كله بتاع البلوك تشين. البلوك تشين ما هو الا تكنولوجي جديده موجوده جوه الاي تي ستاك عشان يكون الايكو سيستم بتاع البلوك تشين. ايه السكيورتي تشالنجز اللي بتقابل البلوك تشين؟ اول حاجه ان انت خلاص البروتكشن ما بقاش سنترلايز، انت مش بتبروتكت داتا بيز واحده، انت خلاص بتبروتكت كل الايكو سيستم بتاع البلوك تشين، كل النودز اللي موجوده في البلوك تشين. تاني نقطه ان الاسيتس والبروتكشن بتاعتها بقت سنترلايز في وان توكن. النقطه اللي بعد كده ان الديجيتال وولتس يعني حصل لها هاكينج قبل كده كذا مره وبطريقه سهله جدا.
زي ما قلنا ان البلوك تشين الخاصيه بتاعته ان هو اميوتابيلتي، ان هو ما بتنفعش تغير في اي ترانزاكشن بتحصل، لازم تكتب ترانزاكشن جديده من اول وجديد. فالمش دي برضو في حد ذاتها تشالنج، ان انت اي ترانزاكشن بتحصل مش هتقدر ترجعها تاني، مش زي البنك لو حصل مثلا اي ترانزاكشن ممكن ترجعها تاني، لا دي خلاص وانس ان هي اتكتبت خلاص مش هترجع تاني. ال main three threats على البلوك تشين، الاند بوينت فولنربيلتي، انتستد كود، الايكو سيستم، وثيرد بارتي ريسك. هنمسكهم واحده واحده، هنقول ايه الثريت، هنعرف الثريت، هنقول ازاي نميتيجيت الثريت دي، هنقول اتاك عليهم إيه حصل على الثريت دي. الاند بوينت فولنربيلتي، زي ما احنا عارفين الاند بوينت فولنربيلتي دي اسهل طريقه واكتر طريقه دايركت ان انت ممكن تاتاك اي سيستم، لان في الاند بوينت فولنربيلتي دي اليوزر والتكنولوجي هم بيبقوا كونكتد بالبلوك تشين. تمام، المشكله بقى في الاند بوينت دي ايه؟ المشكله ان البرايفت كي بتاع اليوزر متسجل على الاند بوينت، على الاند بوينت. تمام، في طريقتين عشان بتحفظ البلوك تشين، بتحفظ البرايفت كي على الاند بوينت. اول طريقه حاجه اسمها الهوت وولت، الهوت وولت دي هو ابلكيشن على الانترنت بتحط فيه البرايفت كي بتاعك، او الطريقه الثانيه اللي هي الكولد وولت، الكيز دي بتاعتك بتبقى موجوده عندك على الاند بوينت نفسها. الخطوره بقى في الثريد دي ان انت لو حد قدر ياتاك الاند بوينت بتاعتك وقدر ياخد البرايفت كي بتاعك هيقدر يعمل اي ترانزاكشن كانه انت، مش هيحصل اي حاجه، مش لو انت حتى بتمونيتور اللوجز بتاعت الاند بوينت مش هيجنريت اي اليرتس بتحصل، ومش هتقدر ترجع في الترانزاكشنز اللي حصلت. ازاي نميتيجيت الثريد ده؟ ان احنا اول حاجه نستخدم تو فاكتور اوثنتيكيشن، ان هو حتى لو قدر ياتاك الماشين بتاعتك يبقى في فاكتور ثانيه عشان تحصل الترانزاكشن. او نستخدم حاجه اسمها هاردوير سكيورتي موديلز. دي الهاردوير سكيورتي موديلز ده عباره عن ايه؟ عباره عن كريبتو بروسيسور. كريبتو بروسيسور بيجنريت بيبروتكت بيستور البرايفت كي بتاعتك. ايه الاتاك اللي حصل استغل الثريت بتاعت الاند بوينت فولنربيلتي في 2017 كان على طوكيو اكستشينج اسمها تشيك كوين، سرقوا منها حوالي 500 مليون دولار. النقطه اللي بعد كده اللي هي انتستد كود. زي ما احنا عارفين اي تكنولوجي جديده بتحصل في الحياه الناس الديفلوبرز بيتسابقوا ان هم يكتبوا لها ابلكيشن. تمام، فعشان يتسابقوا كل الديفلوبرز دي ويبقى كل واحد ليه السابق اسرع من الثاني، فهم ما بيمشوش على السكيور كود بيست براكتس، ما بيعملوش تيستنج للكود دي، ما بيعملوش عليها فولنربيلتي اسسمنت بريتريشن تيستنج. فالحل بسيط، الحل الكلام اللي احنا قلناه ان هم يمشوا على السكيور كود بيست براكتس، ان هم قبل ما السيستم دي قبل ما الابلكيشن دي تطلع يعملوا لها كود ريفيو، يعملوا عليها بنتريشن تيستنج، يمشوا على كل السكيورتي ميجرز اللي موجوده في المكان اللي هيطلع فيه الكود ده. في الاتاك اللي حصل عليها في 2016 حصل ان هو على الديسنترلايز اوتونوموس اورجانيزيشن اللي احنا قلنا ان هي كانت مبنيه على الايثيريوم بلوك تشين، قدروا الاتاكرز يريدايركت حوالي 60 مليون دولار على الوالت بتاعته. استغل كان ثغره كانت موجوده اسمها ريكيرسيف كول باج، كانت موجوده في السمارت كونتراكت اللي مكتوب. اخر نقطه في اخر ثريت موجوده عندنا في اللي بتهدد البلوك تشين هي الثيرد بارتز. الثيرد بارتز دي عباره عن ايه؟ عباره عن البلوك تشين بتاعك هتبدا تربطه باي سيستم تاني خارجي عن البلوك تشين. يعني مثلا لو انت هتربط البلوك تشين ببيمنت جيت واي، بيمنت سيستم، بهوت وولت مثلا انت هتسجل فيها البرايفت كيز بتاعتك. احنا ازاي نقدر نحل الثريد دي؟
ان انت من الاول ان انت تكون كوشس وانت بتختار ثيرد بارتي اللي انت هتربط معاه البلوك تشين بتاعتك، ان انت تانجيج السكيورتي تيم الانفورميشن سكيورتي تيم بتاعك عشان يبتدوا يطبقوا السكيورتي ستاندردز، لو يعملوا بنتريشن تيستينج، لو يعملوا فولنربيلتي اسسمنت، لو هيعملوا هيطبقوا السكيورتي جايد لاينز بتاعه المكان. الاتاك اللي حصل ده كان 2016، كانت اللي هي الهونج كونج بيتكوين اكستشينج، كان اسمها بيت فينكس، كانت رابطه كانت حاطه البرايفت كيز بتاعتها في هوت والت اسمها بيت جو. تمام، الهاكرز قدر يدخل على اللي هي البيت جو دي وقدر ياخد البرايفت كيز، خسر الاكستشينج دي حوالي 60 مليون 72 مليون دولار. طيب زي ما احنا قلنا ان المشكله لحد دلوقتي البلوك تشين كتكنولوجي ما حصلهاش هاك ولا حد قدر ياتاكها، بس الايكو سيستم بتاعه البلوك تشين هي اللي حصل لها اتاك. تمام، فاحنا الفكره ان احنا هنبتدي نمبيد الانفورميشن سكيورتي في جوه اللايرز بتاعه الايكو سيستم دي، ونبتدي نطبق الانفورميشن سكيورتي كنترولز او الانفورميشن سكيورتي ميجرز في كل لاير من دي وذ ريسك ابروتش. ايه اللايرز اللي احنا محتاجين نطبق فيها الانفورميشن سكيورتي؟ هم خمسه لاير: الجفرنس، الابلكيشن، الداتا، الترانزاكشن، الانفراستراكشر. خلينا نبص على كل لاير كده نشوف احنا ممكن نعمل فيها ايه. اول حاجه الجفرنس. الجفرنس دي احنا محتاجين نعمل فيها في اول لاير دي محتاجين نعمل فيها ايه؟ محتاجين ان احنا نعمل سكيورتي جايد لاينز او سكيورتي ستاندردز للتكنولوجي بتاعه البلوك تشين والبروسيسز اللي حواليها عشان نعرف ازاي الناس هتجوين البرايفت بلوك تشين بتاعتنا ازاي، ايه البرميشنز اللي هي هتاخدها، هيقدروا يشوفوا ايه وما يشوفوش ايه، ايه الحاجات اللي احنا محتاجين ناخد بالنا فيها من اللاير دي. الايدنتيتي والاكسس مانجمنت، الكي مانجمنت لازم نستعمله طبعا، هاردوير سكيورتي موديول، الانفورميشن سكيورتي جايد لاينز، والسكيورتي تريننج. لان احنا مهما استعملنا عملنا انكريبشن للي حافظنا على البرايفت كي، ممكن غلط من غلط اند يوزر ان هو مثلا فيشنج اتاك او سوشيال انجينيرنج، يقدر حد او حتى اللابتوب بتاعه يتسرق او الموبايل ديفايس اللي هو داخل منه يقدر حد ياخد البرايفت كي بتاعه. تاني نقطه اللي هي الابلكيشن. الابلكيشن دي زي ما شفنا في الاتاك اللي حصل على سمارت كونتراكت، ممكن غلط في الابلكيشن تضيع البلوك تشين كلها. فهي احنا عندنا اثنين ابلكيشن في البلوك تشين اللي هو السمارت كونتراكت والديسنترلايزد ابلكيشن. بسيطه جدا عشان نقدر نسكيور الاثنين ابلكيشنز دول، ان احنا هنعمل ايه؟ هنبتدي لما نيجي نعمل ديفلوبمنت للابلكيشنز دي هنبتدي نمشي على سكيور كود ستاندردز، قبل ما يطلع نعمل سكيور كود ريفيو، هنبتدي نعمل له فولنربيلتي اسسمنت، هنبتدي نعمل بين تيست، كل الكلام اللي احنا عارفينه ده. يعني دي البوينتس اللي احنا المفروض نخلي بالنا منها، اللي هي الابلكيشن سكيورتي، سكيور كود ديفلوبمنت اند جايد لاينز، فولنربيلتي اسسمنت. النقطه اللي بعد كده اللي هي الداتا. الداتا دي في البلوك تشين عباره عن حاجتين على حسب البلاتفورم اللي انت شغال عليه. بلوك تشين في حاجه اسمها اوف تشين اللي هي الداتا بتبقى متسجله عندك، بجزء من الداتا متسجل عندك على اللوكال ستورج، وبيطلع اللي بيحطه في البلوك تشين الهاش بتاع الداتا دي، فانت محتاج تسكيور الداتا اللي موجوده اصلا على اللوكال ستورج عندك. الاون تشين حاجه ثانيه ان هو بيطلع كل الداتا بتبقى موجوده على البلوك تشين اصلا، ودي برضه احنا محتاجين نسكيور الداتا على البلوك تشين. ففي تو تكنيكس حصلوا او تو سوليوشنز عشان يسكيوروا الداتا دي. اول سوليوشن ان هو اسمه زد كي سنور اللي هو زيرو نولج، خلى النودز تقدر ان هي تفيريفاي الترانزاكشنز اللي بيحصل من غير ما تديكريبت الداتا اللي هي الموجوده. تاني نقطة ان هو بدأوا يحاولوا ان هم يخلوا بدل ما اللي هي الترانزاكشن تبقى
برودكاستد للناس كلها، لكل النودز اللي موجوده في البلوك تشين، تبقى للتو بارتز اللي هم مشتركين في التراست، بس ستيل ان هي هتتكتب في الداتا في البلوك تشين. النقطه اللي احنا محتاجين نخلي بالنا منها الانكريبشن والكي مانجمنت، البرايفسي والبوليسيز، السكيورتي ستاندردز والريجليشنز، والاوف تشين داتا سكيورتي. احنا محتاجين نحافظ على الداتا لو احنا مش احنا شغالين اوف تشين مش اون تشين. الترانزاكشن، حته السكيورتي في الترانزاكشن عباره عن ايه؟ عباره عن انت اللي هو الجزء بتاع الاجماع بتاع الاعضاء، انت ازاي الاعضاء دي هتوافق على الترانزاكشن هي تتكتب في البلوك تشين. فاللي احنا محتاجين نخلي بالنا منها الرولز والالجوريزمز اللي بتخلي الاعضاء يوافقوا او يجمعوا ان الترانزاكشن دي تتكتب. محتاجين ان هي يحصل لها ديفلوبمنت على طول، ومحتاجين ان هي لو لقوا فيها باج او لقوا فيها حاجه ان هم يغيروها. اخر نقطه اللي هي الانفراستراكشر. الانفراستراكشر بتاعت البلوك تشين زيها زي اي انفراستراكشر احنا عندنا في الاماكن اللي احنا شغالين فيها، هي عباره عن نتورك وسيرفرز والكونكشنز ما بينهم. فاحنا محتاجين ناخد بالنا من الديزاين بتاع النتورك والسكيورتي بتاعتها، ومحتاجين ان احنا نعمل فولنربيلتي اسسمنت، نعمل بريتريشن تيستينج، نجمع لوجز من الاند بوينتس، نجمع لوجز من السيرفرز اللي داخله معانا، نعمل سكيورتي باتشنج للاند بوينتس. دي اللي احنا قلناها البوينت الاولانيه اللي هي قلناها الفولنربيلتي اسسمنت وبريتريشن تيستينج، ان احنا نجمع اللوجز من الاند بوينتس سيرفرز. طيب دلوقتي احنا محتاجين نفيريفاي الكلام اللي اتقال ده، هل الكلام اللي اتقال ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ ف زي ما احنا كلنا يعني لما بيبقى مثلا عندنا حاجه ويب ابلكيشن عايزين نعمل له بين تيست، فبنبص على الستاندرد بتاعت واسب، فخلينا نشوف واسب قالت ايه في حته السكيورتي بلوك تشين. واسب قالت ان قصه السكيورتي بتاعت البلوك تشين دي حاجه جديده، ولسه ما فيش حاجه ستاندرد او حاجه او ستيبس الناس تمشي عليها. فعملت حاجه اسمها بلوك تشين سكيورتي فريم ورك. البلوك تشين سكيورتي فريم ورك دي بيتكلم ايه على 12 بوينت. هم نفس البوينتس اللي احنا اتكلمنا عليهم في السلايدز اللي في السلايدز اللي فاتت، بس يعني مكتوبين بطريقه مختلفه شويه. ده مابنج للفولنربيلتيز اللي موجوده في واسب، توب 10 فولنربيلتيز للفولنربيلتيز اللي موجوده في البلوك تشين. هي دي مش حاجه اوفيشالي من على واسب، ده سكيورتي ريسيرشر اسمه هوارد بوستون هو اللي عملها، هو شغال في قصه السكيورتي بتاعت البلوك تشين. هنلاقي ان كل الفولنربيلتيز اللي موجوده في الويب ابلكيشنز موجوده في واسب توب 10 موجوده في البلوك تشين، ما عدا واحده اللي هي الاكس ام ال اكسترنال انتيتيز. عشان الاكس ام ال اكسترنال انتيتيز دي بتحتاج ان يبقى في اكس ام ال دوكيمنت، والبلوك تشين مش شغال اكس ام ال. ايه اللي احنا ممكن ايه الحاجات اللي ممكن تعمل ثريتس او تبقى تاثر على البلوك تشين في المستقبل؟ هم حاجتين، الايدنتيتي مانجمنت والكوانتم كومبيوتنج. في الايدنتيتي مانجمنت البايومتريك ايدنتيفيكيشن في الفتره الجايه دي بيحصل له تطور رهيب، يعني ممكن بتلاقي شركات بتايدنتيفاي اليوزر بتاعها بالفينجر برينت، بتايدنتيفاي اليوزر بتاعها بالفيس ريكوجنيشن، ببعض البنوك بالفويس ريكوجنيشن، ده حتى بعض الشركات دلوقتي بقت تفيريفاي اليوزرز بتاعها بيبقى لابس باند على ايده وبتفيريفايه بدقات القلب بتاعته عشان يبقى لوجد على النتورك بتاعتها. فاكيد في التقدم ده البلوك تشين هيدخل فيه، ان هو هيحتاج ان هم بدل البرايفت كي اللي بيفيريفاي بيه اليوزر هيبقى هيفيريفاي بحاجه من البايومتريك ايدنتيفيكيشن. فاحنا محتاجين لو احنا هنختار اي بايومتريك ايدنتيفيكيشن زي كده في المستقبل، نختار حاجه تبقى سكيورد. النقطه الثانيه اللي هي الكوانتم كومبيوتنج، اللي هي الكوانتم كومبيوتنج الحاجات اللي بتحصل دلوقتي بتاخد سنين عبال لحد ما تحصل، في المستقبل هتاخد دقائق او ثواني. يعني مثلا جوجل كشفت على الكوانتم كومبيوتنج بتاعتها، هي اسرع 100 مليون مره من البي سي، الشيبس اللي موجوده على البي سي دلوقتي. هتاثر في ايه في الكوانتم كومبيوتنج دي؟
في البلوك تشين في المستقبل تأثر في حاجتين. البروف اوف ورك او المايننج، البروف اوف ورك ده موجود في البيتكوين، هو النودز بتتسابق ان هي تحل ماثيماتيكال اوبريشن صعبه جدا عن طريق البروت فورس والبروت فورس والجيسنج، تمام؟ فده بيحتاج بتحتاج كومبيوتنج باور عاليه جدا. في الاخر اللي بيوصل للحل بتاع الاوبريشن دي هو بياخد ريورد بيتكوين، تمام؟ فيعني حضراتكم متخيلين الحاجه اللي بتاخد مثلا شهر او اسبوع او سنه لما بالتشيبس العاديه، لما يحصل كوانتم كومبيوتنج هتلاقيه بيحل بسرعه جدا ويقدر يأثر على البلوك تشين. في دراسه عملتها ناشونال يونيفرسيتي اوف سنغافور قالت ان هو لو في كوانتم كومبيوتنج على النتورك بتاعه البلوك تشين هتقدر تغير في الترانزاكشن قبل ما تتكتب على البلوك تشين نفسها. النقطه الثانيه اللي هي البرايفت كي، احنا برضو زي ما عارفين البرايفت كي هي دلوقتي في امان عشان هي بتحتاج كومبيوتنج باور عاليه عشان حد يقدر يفك البرايفت كي. بس في حاله الكوانتم كومبيوتنج هتلاقي البرايفت كي اتفكت في مفيش في ثواني، تمام؟ بس هي يعني الناس ما وقفتش لحد كده، دلوقتي بيخترعوا حاجه اسمها ريزيستنت كوانتم كومبيوتنج الجوريزم عشان تقدر توقف اللي هي تبقى اصعب شويه ان هي تتفك في من خلال الكوانتم كومبيوتنج. ايه الكونكلوجن من اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده؟ ان البلوك تشين مش ماجيك بيل، يعني هي مش حبايه تاخدها عشان تعمل سكيورتي، تعمل سيستم فيه داتا سكيورتي وتبقى الداتا فيه سكيور. انت لازم تطبق السكيورتي ميجرز اللي احنا قلنا عليها في الارياز اللي فاتت دي، لان السكيورتي مش بروسيس، السكيورتي برودكت. حد عنده اسئله؟ مفيش. معلش الراجل. هو البوينت بتاعت ان حضرتك بتقول ان الداتا بتتخزن في كذا مكان، تمام، بيبقى ليها كذا كوبي، مش ده معناه ان هي بتبقى بريتشبل اكتر؟ لا معلش مش فاهم السؤال. ان الداتا لما تبقى موجوده في اماكن كتير ده معناه ان ممكن اكسسها من اكتر من مكان بسهوله، تمام؟ فازاي اقضي على حاجه زي كده؟ دي اللي احنا اتكلمنا النقطه، لو انا فاهم السؤال صح، ان انت بتقول ان الداتا عشان بقت ديسنترلايز بقى في كوبي منها في كذا في كل نود من البلوك تشين، فدي هتزود عدد احتماليه ان هي تحصل عليها اتاك. دي النقطه اللي اتكلمنا عليها في الاند بوينت فولنربيلتيز، وقلنا ان احنا لازم نسكيور الاند بوينت عشان ما حدش يقدر ياتاك الاند بوينت بتاعتها. هي فعلا بتزود احتماليه ان البلوك تشين تبقى اتاكت. حد ثاني؟ معلش. لا من غير معلش. انا بكونسيدر يعني اللي حضرتك قلته في البرزنتيشن، هاويفر ستيل انا شايف ان في التكنولوجي اتسلف اتاك فيكتورز ممكن يكون انا مش اوير ان ليها كنترولز معينه، بس ستيل في حاجات انا شايف ان عليها اتاك فيكتورز. زي مثلا ايه؟ يعني يمكن تطبيق البيتكوين مثلا او الكريبتو كرنسي ما حصلش فيه مثلا بشكل ما ديكريبشن للفاليوز بتاعه الوالتس اللي بتحصل او الكلام ده على مستوى النودز، تمام؟ لكن لو بدانا نطبق البلوك تشين تكنولوجي في داتا ستورج زي ما بنستخدمها في الداتابيزز او كده هيظهر فيه اتاك فيكتورز. زي ان مثلا لو بشكل ما زي ما كنت بتكلم على المثال بتاع الكوانتم كومبيوتنج، لو بدا يبقى في حد معاه زي ما بنشوف دلوقتي حد على الحالي دلوقتي الناس بتستخدم جي بي يو كومبيوتنج في البلوك تشين تكنولوجي، بتستخدم جي بي يو كومبيوتنج بحيث ان هي تبروسس الترانزاكشنز اللي بتتعمل وتبقى ادد في البلوكس. الفكره كلها ان مع الكوميونيكيشن اللي موجود ما بين النودز وبعضها او ما بين النودز والبلوك تشين نفسها، تمام، ستيل اصبح في هنا في زي بير تو بير كوميونيكيشنز بشكل ما او اخر، ده ستيل عليه اتاك فيكتورز، تمام، مع زياده الكمبيوتنج باور. احنا بس الفكره كلها ان احنا قدمنا ديسنترايز تكنولوجي
بشكل مختلف فلسه ما عليهاش اتاك فيكتورز طلعت. تمام. لكن مع الكوميونيكيشن اللي حصل ما بين النودز وبعضها وما بين النودز وبلوك تشين اعتقد ان ستيل في اتاك فيكتورز في الكوميونيكيشن ده. في الكوميونيكيشن نفسه. بالظبط. يعني حتى الكنترولز بتاعت البايومتريكس والحاجات دي كل التطبيقات اللي حصلت ليها دلوقتي حاليا لوكال زي ما كنت بتقول مش بتضاف للبلوك تشين. يعني البايومتريك داتا دي موجوده لوكال على الوالت على الديفايس نفسه. تمام. لكن ما بتروحش على البلوك تشين نفسها. فبالتالي لو حد بشكل ما قدر يسنتكيت على الوالت من ديفايس تاني هي اوفر رايت البايومتريك. طب معلش خليني اقول لك انا فهمت ايه من سؤالك. اوكي معلش انت تقصد ان دلوقتي لو حصل لو البلوك تشين انتشرت شويه هيحصل فيه اتاك على التكنولوجي نفسها صح؟ بالظبط. بس هي ما حصلتش في الكريبتو كرنسي عشان الداتا نفسها اللي بترانسميتد بشكل ما واخر انكريبتد. تمام. لكن لو بنتكلم ان دلوقتي بدانا نستخدم البلوك تشين تكنولوجي فور ستورينج داتا ودي لسه الابلكيشن ليها ما حصلش قوي في اتاك فيكتورز على مستوى التكنولوجي نفسها. يعني انا حاسس ان البلوك تشين بيتباع شويه اكتر ان هو سكيور تكنولوجي. بالظبط. هاويفر ستيل لو هو اتطبق في يوز تاني غير الكريبتو كرنسي هيبتدي يطلع الاتاك فيكتورز اللي فيها اللي زي الكوميونيكيشن اللي ما بين النودز وبعضها او النودز والبلوك تشين. يعني انا النهارده لو انا عامل ريبليكيشن لسيرفيس معينه بشكل ما لو حصل كوربشن الكوربشن ده هيبقى ريبليكيتد اكروس النودز. حلها بس عشان تعرف تعمل كوربشن دي محتاج كومبيوتنج باور قد ايه؟ عاليه جدا. عاليه جدا. حاليا احنا ليميتد بالجي بي يو كمبيوتر. حلو. يعني الناس في البلوك تشين السي بي يو ما انقصهمش قوي فلجأت للجي بي يو كمبيوتر. مع ظهور تطبيقات للبلوك تشين ثانيه مع الكوانتم كمبيوتنج او حتى هاير باور في الجي بي يو كمبيوتنج اعتقد ان ممكن يبقى فيه مور ريسكس على التكنولوجي نفسها. اكيد اكيد بالظبط. يعني انا خليني اجاوب على السؤال لو بس هرجع اجيب سلايدز ثانيه كتير من ورق اللي هو اللي بروس شنايدر قال ايه لو انا اتعلمت حاجه من السنتين اللي فاتوا ان لازم السكيورتي بريتش هتحصل. يعني سواء ان احنا عملنا يعني مفيش سيستم سكيورد 100% لو احنا عملنا حتى سكيورتي للبلوك تشين هتتاتاك. بس احنا كل احنا كانفورميشن سكيورتي كل دورنا ايه ان احنا بنحاول نقلل الاتاك ده ان هو يحصل او نحاول نقلل الدامج من الاتاك. فاكيد طبعا بعد كده اكيد في المستقبل هيظهر اتاكس على التكنولوجي بتاعه البلوك تشين. في اسئله ثانيه؟ شكرا ليكم. ودي الكونتاكتس بتاعتي على لينكد ان وعلى على الايميل لو حد محتاج يدسكس حاجه ما لحقش يدسكسها في البرزنتيشن او لو حد عايز البرزنتيشن يبعت لي وانا هبعتها له على طول. شكرا جدا.